لما انت غمامي عين ما ننساك يا حس ما دام نفس فينا حسين يا من حبك فينا تنوح الله يرعاك بعد روح يا حسين يا من حبك فينا تنوح عنها يهلك ويروح حبك بدورة دمنا حبك بدورة دمنا يغذي الروح يا خامس الخمسة ليسمهم بيلوح عنك لو باع يا ابا عبد الله عنك لو بعدنا ننطيل وجه لاوين نحيا وياك ونموت ومنا تسمع الصوت شنو الصوت ما ننساك لما تغمض العين لما ما اريدك تبخل بصوتك ما ننساك يا حسين وين الايادي وين الايادي ارفع ايدك ارفع ايدك لما تغمض العين لما ما ننساك ما ننساك ما دام النفس بينا الله ينساك القصيدة إلى المرحوم الشيخ الخالد أستاذنا الشيخ جواد شربة رحمه الله من سنة 60 انهاضت يا مظلوم شيعتك تلهج باسمك هذا بسمك هذا اليوم بقلوبنا يا حسين حبك مرسوم ويومك الخالد قالوا لو ينشأ
الناس والقلب لو ينشاف وتعايل لبي العين تمثالي لك منصوب وتلقى علي مكتوب اش مكتوب ما ننساك يا حس لما تغمض العين لما تغمض العين هذا الجواب بعد روحي لما تغمض العين لما تغمض العين ما ننسى ما دام النفس بينا ما دام يشهد علينا الله يشهد علينا ما ننسى يا حزين لو ما توقف وجهي زيد تستعب فالصوم القه بنهضيتك عن كيلي بوقفيتك ذاك اليوم حياتي الأمة ولدي بوقفيتك ذاك اليوم حياتي الأمة ولدي حياتي لهم أو حقها تفتخر بيك وهالصوت اللي يناديك شي يناديك ما ننساك لما تغمض العين لما أجور موفق الله يتقبل أعمالكم الله يحفظكم ما ننسى يا أبا عبد الله لما تغمض العين للموت للموت ما ننسى ما دام النفس بينا الله يشهد علينا الشاعر الشيخ المرحوم جواد شرمة شيعتك حقها من تردي باسمك الله يحفظكم بعد روح شيعتك حقها من تيرتي باسمي بقلوبها يا حسين تطبع رسمي حياتي لها بدمك
انت اللي ضحيت الا بدمك سبعين الف عدوان تقابلهم بسبعين احتارت بك الافكار يا قدوة الثوار ما ننساك اي ما ننساك يا حسين اسمك يظل ويا الدهر خالي الله يرعاكم بعد روحي اسمك يظل ويا الدهر خالي الدور كل يوم كانها كربلة نقول اليوم كل يوم كانها كربلة نقول اليوم كل يوم كانها كربلة قول كل يوم كربلة كل يوم كانها كربلة قول يا حسين وينت واقف بين حسين وانت واقف بين القوم بيدك رضيع بسام ظالم مفطور وين بلا برو تريد بيلي الصيواوي والنبلة برقبته تريد بيلي الصيواوي وبلهفة تنظر يا مهجة ما ننسى ما ننسى يا حسين اسمك يظل ويا الدهر خالي الدور كل يوم كانها كربلة نقول اليوم يا حسين وانت واقف بين القوم بيدك رضي حبسهم ظالم مفطور